أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا معكم مرة أخرى في درس جديد من دروس التربية التشكيلية والمنير في التربية الفنية للمستوى الثاني ابتدائي. دائما كنفكركم وكنقول لكم بأن هذه الطبعة الجديدة، لأن الطبعة القديمة كاملة منزلة. فيديوهات إن شاء الله اللي عنده الطبعة القديمة راه كاملة منزلة في القناة. قبل ما نبداو على بركة الله الدرس ديالنا اليوم، لا تنسوا تشتركوا عفاكم في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وفي نفس الوقت تشجعونا على الاستمرار. إذا نبداو على بركة الله. الدرس كيقول الطباعة على مواد لينة. الطباعة على مواد لينة، هنا عطاوكم نماذج ديال العجين. العجين اللي نتوما كتستعملوه، العجين اللي كتلعبوا به في الحضانة في الابتدائي هو هذا. كاين مفتاح، طبعوا المفتاح، طبعوا مثلا اللعبه، طبعوا المشطه، طبعوا اي حاجه. القرعه هنا كاين الغطايه ديال القرعه، هنا كاين القلم الرصاص، منجره، مكرونيس، حتى هي ما نلعبوش احنا بالملك ديال الله، ما نلعبوش بالنعمه ديال الله. وهنا عندكم التمرين اللي خصكم تعدلوه. المهم المفروض خصنا نعدلوه على الكرتونه، حيت انا دابا ما مجهزاش الكرتونه، غنعدلها على هاد اللوحه. نتوما عدلوها على الكرتونه. غناخدو اي لون كيما كان، صفار، زرق، حمر، اللي كان. غناخدو العجين ديالنا، ها هو انا عاد جبتو جديد. المفروض كان البارح نحط لكم الدرس، ولكن حيت ما كانش عندي العجين انا ما فضلت انني ناجلو نهاد النهار هذا. غادي نطلقوه، غنطلقوه مزيان. لو كان ديك المطلق ده العجين كيكون حسن. المهم نتوما طلقوه مزيان، فهمتوا؟ طلقوه حتى ترجعوه رقيق. صح، هذه ماركه مزيانه، كتجي هيدا قفحه. غنوض نعجن على فنصاصو د الليل، تخيلوا. المهم ماشي بالضروره انني نطلقو كما هو مطلق في الكتاب، لان هذيك خصك باش تعمل هاد الكميه، هذه باش تعمل هذه خصك كميه كبيره من لون واحد، او يمكنكم تخلطوا الالوان كامله وتطلقوها. المهم ما عندنا غرض، لو برينسيپ هو المهم هو الدرس. انا حضرت لكم اليوم هاد البطه، هذه البطوطه هذه كتجي مع العجين. غنطبعوها بهذه الطريقه، هذه غير غنطبعو، ما نهبطوهاش حتى نلقى. شوف غنخليو الاثر. نكبر لكم الفيديو باش تشوفوا، نكبر لكم الصوره، شفتوها؟ غير كنطبعوها، ياك غنعملو اخرى قبالتها. ممكن ان قدامها ممكن انكم تطبعوا باي حاجه، ممكن تطبعوا بالمفتاح، ممكن تطبعوا بالمشطه، اي حاجه، بالغلقه دكوكا مثلا، اي حاجه اي حاجه. انا عندي مثلا هذه ديالي ضد الدواء، غادي نطبع لكم بها مثلا، نقدر نطبع بها، نطبع باي حاجه، اي المفتاح، شي لعبه، اي حاجه. المهم انكم تطبعوها بهذا الشكل. نعاودوا كيفاش نعاودوا كيفاش عملنا. لا طلقنا غير العجين، ها هو، نزيدو نطلقو. صح، واو. انا هاد البطوطه هادي كانوا كيلعبوا بها ولادي في العجين، بقات عندي، ما عرفتش كيفاش بقيت تفكرتها اليوم. هادي كانت عندي اصلا. بعد العجين العيال الصغار كيجيو فيه هاد لي بيتي تروك، هادو كيجيو فيه هاد اللعيبات هادو. لاحظوا معايا، غادي نطبع. هانتين غير غنطبع، ما نتكيش. الا تكيت، ها نتوما لاحظوا، انا الا تكيت غتزول. هادي دابا طبعت، ياك لاحظوا، هادي الا تكيت عليها تقدر تزول من العجين، تقدر يزول العجين وتبقى غير الفراغ ديال البطه. صافي، شتو كيفاش طبعناها؟ نفس الشيء غتعدلو نتوما، ولكن نتوما ما تعدلوهاش على اللوحه، عدلوها على الكرتونه. شنو القصد؟ علاش قالوا لكم عدوها على الكرتونه؟ باش كتديوها للاستاذه ديالكم، هيداك مطبوعه بالكرتونه ديالها. كتجيبوا هذا الطرف ديال الكرتون وهذا العجين، كتطبعوا داكشي اللي غتطبعوه وكتديوه هكذا للاستاذه ديالكم بهذا، بديك الطريقه هذيك كتعطيوها لها.
هذا الدرس ساهل يعني، ما غياخدش مننا الدقائق بزاف وما غياخدش مننا وقت طويل. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، وكنتمنى نلقاكم في درس قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء.